بس خليني اضبط الوضع، اضبط بليز. سو هسا دا ارتب الوضع والخلفية. حلوين، انا بس البس الساعة. طبعا اليوم هو مو عيد ميلادي. عيد ميلادي بعد يوم واحد، اللي هو راح يكون يوم الجمعة 25/5 شهر 5. طبعا صير عمري 19 سنة للي ما يعرف. لبسنا الساعة. طبعا شنو شعوري انه حيصير عمري 19 سنة؟ شوفوا بالنسبة لي صار مجرد رقم. رتبت شعري، احاول اسوي فيديو لعيد ميلادي. قلت هالمرة بدي شوي شيء مختلف يعني. لبست هذا القميص الابيض مع بنطلون اسود. شعور حلو انه انت قاعد تكبر، وبنفس الوقت شعور ما حلو انه انت قاعد تكبر. عرف شلون اقول لكم اياها عن جد. طبعا انا هسه بهذا اللحظة عمري 18 سنة، بس بما انه هذا لساته سخن خليني اضبط. شعوري بانه حيكون عمري 19 سنة شعور حلو. شعور كمان طيب انه انت دا تكبر، بنفس الوقت شوي شوي حتصير المسؤوليات عليك. مثلا يعني مثلا بالعيد انت صرت تتعيد، هسه يمكن صار انت لازم تعيد وتنطي فلوس. فاهمين علي؟ بس بنفس الوقت احس انه صار عن جد العمر مجرد رقم. انا الناس تسترس وتبكي وما اعرف مين وتسوي 100 اشي من يكبرون سنه، بس انا برايي انه العمر حلو والى حق علينا. اذا احنا اليوم احتضنا عمرنا، عرفنا اكثر بعمرنا وصار عندنا ثقه اكثر بعمرنا، صدقوني عمرنا راح يحبنا وراح ينطينا اكثر، صح؟ اذا احنا حاولنا دائما نخفي العمر، تشوفه انه هو او ماي جاد شي عيب. واكثر شي هاي الحاله صايره عند البنات، ترى صدقوني هذا الشي دا تسووه كثير غلط. اعرف كثير دا احكي، بس حاليا في بس حاليا قاعد اسوي فيديو لان شوي متكركب. انا بهذا الفيديو احتاج شغلات بسيطه، ولاعه وشمعه وكيك، طبعا كب كيك. بيت قولوا لي كل عام وانت بخير، اللي هو انه لازم نحط الشمعه هيك. يا حاول اختار المكان المناسب نولع. والله زين في اضاءة هنا يعني. بعدين هل جايز هو عادي اذا طفيت الشمعة مرتين؟ يعني اذا انا هسه طفيت الشمعة هل هاي يعني خلص بعد ما محسوبة اذا جبت كيكة كبيرة؟ هسه اتمنى امنية او لا؟ يلا صار راح اتمنى امنية بالحال. جايز الكيكة ما اعرف شلون ذايبة، المفروض كنت احطها بالثلاجة على الاقل تذوب تصير قد شوي. منها شوي مقصوصة، بس يا رب يضبط عن جد يعني، بس بدي هالفيديو يضبط. Happy birthday to you. Happy birthday to you. جايز انا صوتي ما اعرف اذا يصلح للغنى، مع انه عن جد حابه افوت بمجال الغنى، بس هاي خليها لبعدين. سو هسه لازم نتمنى امنية، بس طبعا هذا الفيديو انتم ما راح تشوفوه، راح تشوفوه بس بالكواليس. كل عام واني بخير. اي احد بيجي عيد ميلاده ب 24/5 اقول له كل عام وانت بخير. صورنا مشهد الكيك لازم ننفخ عليه. بس حبيت اقول لكم شيء هسه تذكرته، انه انا كشخص دائما دائما كنت اقول بحياتي انه يا ريت لو اكبر بسرعه، يا ريت لو اكبر بسرعه. وقت اكبر بدي اكبر، دائما هاي من كنت طفل يعني، من كنت مراهق يمكن كان عمري 15 16 سنه. هسه بصراحه يعني دا احس انه على شو مستعجلين؟ بحس انه العمر لسه، الحياة اساسا سريعة، فليش احنا اليوم بدنا نجي نكبر نفسنا بسرعة؟ فاهمين علي؟ يعني مو ندمان، بس بنفس الوقت ما كان لازم اقول هاي الاشياء. لأنه بالنهاية البني آدم راح يكبر شو وقت ما كان، سواء هسة أو بعدين، وهيك هيك الحياة ماشية والعمر دا يمشي. بليز بعد لا تقولون كلمة يا ريت لو نكبر بسرعة، لأنه من راح تكبرون راح تندمون على فكرة، راح تصير تقولون يا الله ليش كنا نقول هيك وإحنا هسة كبرنا. بس